جديدة مخليكم ما تعملوش أي حاجة؟ يعني في حاجة مخدلة الدنيا ولا الدنيا جميلة ورايقة؟ احنا قبل رمضان حمامسي يطرف لنا الليلة حلوة وأبو صلاح ده أطيب قلب في الدنيا. أه والله العظيم يا جدعان يا رب ما تعجب أمك وأنت قاعد ماشي هتديك إيدك. ها يا جدعان تعالى يا بيك تعالى يا جدعان يوم يقف زينا كده يا جدعان اللي فرحان لنا يوم يقف لنا جدع عمرها ما كانت بالفلوس جدع ولا بالناس هي بحب الناس على قد ما حدش قد يا خلوة انزل يا شعراوي قوم يا ابو طلقه ابو حصه ابو حبيبي Let's go.
بقى ما يهمش بقى.